بابا مو معقول كل هذا بتنفخها، صارك 3 ساعات ونص وأنا طفشت. يا بنتي مو معقول جالسة تذاكري من الصباح، يلا انزلي حمام السباحة. طيب رح انزل، بس مين حيسوي الواجب اللي مطلوب مني؟ عم فلافيلو مثلا؟ أيوة، أمال مين؟ الواجب بتاعك ده على اسمي أصلا، معروف إن فلافيلو أبو الواجب كله. طيب يلا قولي، إيش تأثير التطبيقات التليفون المحمول بالتكنولوجيا المتقدمة على حياتنا اليومية وخاصة في المجتمعات اللي تشبهنا؟ إيش من وجهة نظرك إيجابيات وسلبيات تأثيرها على حياتنا؟ ولا تقولي كلام عام كده ومو مفهوم. إيش هي مميزات تطبيق الموبايل المثالي؟ وإيش مستقبل التليفونات الذكية يا ترى يا عم فلافيلو؟ ابعدي عني الكاميرا. إيش رأيك؟ سهل ولا صعب؟ أنا مش قادر أرد على كلامك ده كله دلوقتي، هروح البيت أفكر بحزن وعيط تحت الدش من غير إزعاج، وبعد كده هعمل تطبيق موبايل رائع أواجهك بيه وهيبقى أعظم من بتاعك. وبكده يكون إيش؟ هوريك إن هنا في دماغ كبيرة مش حلة محشي. هادي معدتك. خلاص أهي هنا. هذا كتفك. ممكن تسكتي بقى كفاية. أخيراً قدرت تنفخها يا بابا، برافو. بس أنا متعصبة أوي، وساعة هنزل حمام السباحة آخر مرة معاكو. بشويش يا عم فلافيلو وبلا تهور. يا أبو الودان، يا أبو الودان فينك؟ اسم أبو العينين، العينين. سيبني بقى، أنا خايف منك. أنت مين؟ أنا أبو العينين طبعاً. إيه ده، وشك عامل زي الفضائيين ليه؟ مش فضائي يا ابني افهم، أنا عامل ماسك زبادي وخيار عشان وشي يفضل شباب. نزلني بقى يلا. آسف يا دكتور أبو العينين. تمام تمام، قول لي بقى إيه اللي جابك النهاردة؟ في حتة خيار وقعت من على وشك على الأرض يا دكتور، أكلها؟ كلها تمام. انت عارف انا جيت هنا عندك ليه؟ انا عارف، عندي جهاز بيقرا افكارك. قول لي كده، طيب بفكر في ايه؟ الكباب والحلويات. هو انت بتفكر غير في كده؟ صرخنا كده ليه؟ مش عارف، المهم كنت بهزر معاك عادي. مفيش جهاز عندي بيقرا افكار اي حد، عندي جهاز ما بيقراش افكار اي حد. بص، بتحطه على راسك كده ما بيحصلش اي حاجه. انا مش مصدق الولا حاجه، ده انجاز كبير. المهم قول لي انت جيت عندي هنا ليه؟ لازم اثبت لرزان اني اذكى منها بكتير يا دكتور. انت ذكي؟ لا كده مفيش حاجه تثبتها اصلا. طب بص، نتفق انك لازم تعلمني اعمل تطبيق موبايل يكسر الدنيا. هتسيبني في حالي طيب بعد كده؟ هفكر في الموضوع. بص، كنت واخد ده من واحد صاحبي عالم اثار، ده تابلت من العصور القديمه. أقول ده تابلت؟ كم جيجا ده يا دكتور؟ ده مش تابلت عادي، فكرته كأنه دفتر حجري مكتوب عليه حاجات كتير ونقوش. لما فحصت الكتابات دي كويس فهمت إنهم كانوا بيستخدموه في مصر القديمة لتحقيق الأمان الصعبة. وإيه علاقة ده بتطبيق الموبايل اللي طلبته منك دلوقتي؟ اسمعني بس، أنا استخدمت التابلت ده وحطيت جواه معالج ولوحة حروف وأرقام وحملت عليه برامج وخليته تابلت حديث. شغال يعني ولا ايه؟ مع الأسف لا، مش راضي يشتغل معايا خالص، أنا لسه ما وفرتلوش طاقة كافية. على الأقل أوري الرزان أنا قد إيه أذكى منها ومش أقل منها خالص. تمام، خده، ملوش أي لازمة عندي. قولي تمام رزان، دلوقتي هتندمي. سامحني في دي كمان، أصل طعمه طلع حلو. بابا كفاية، أكلت الماسك بتاعي. يعني روح قطعلك خيارتين كمان وأعصر عليهم ليمون. سنشاهد طريقة تحضير الجيلي الأخضر بطريقة سهلة وسريعة. قولي هغرق البيت دلوقتي جيلي لذيذ. نضع المقادير في وعاء كبير ثم نهرس المادة اللزجة بشيء صلب لدينا. منين بقى أجيب الحاجة الجامدة دي؟ وفي حالة عدم وجود شيء صلب فيمكننا استخدام تابلت أثري قابل للتحمل. تمام، أنا محظوظ جدا، عندي اللي انت قلت عليه ده. تمام، الجيل الآن جاهز. أيوة بقى، نجحت في حاجة أخيرا. يوهو أنا عملت جيلي، أنا فيل سنجل، عندي 35 سنة وعملت لوحدي جيلي في البيت. لا إنجازاتك يا فلافيلو. يوهو. أتمنى بعد رقصتكم الغريبة هذه ألا تنسوا الاشتراك في قناتنا. أراكم قريبا. باي باي. الجيلي ده تعبني جدا النهاردة، أنا جعت قوي وبطني بتعمل بولولوم بولولوم وعايز أنام فورا حالا في التو. شكلي كده هنام هنا. يا ريت كل الأكل في العالم يبقى ليا عشان أشبع بدل الجوع العجيب ده. أنكاتو هاتيهام سوهام راهام. لا أحد يصدق العلاقة بين الغزال والنمر اللطيف. لحظة معنا أفندم.
تمام. جاءنا خبر عاجل، اختفاء غريب جدا لكل أنواع الطعام في العالم بلا أي أسباب محددة، بينما في الشارع مظاهرات، وذلك بسبب الخوف من المجاعة الشديدة. نعتذر أعزائي المشاهدين عن الفيديو الخاطئ، وسنعرض الصحيح. الأكل اختفى، هنعمل ايه دلوقتي؟ كلنا جعانين يا جماعة، فهمونا ايش عم بيصير؟ قولوا لي وين راح الأكل؟ قصدهم يعني خلص الأكل، السموحة لأخو. كل بالراحة، الحقوني. انت لابس كده ليه يا أستاذ؟ الأكل هو اللي اختفى مش اللبس، انت فهمت غلط. صدق تراني فهمت غلط. ايش يعني؟ كيف الأكل اختفى مرة واحدة من غير سبب واضح؟ ايش حناكل اليوم كده؟ ولا شيء، ما في، كل الأكل اللي سويته أمس اختفى من الثلاجة. والآن سوف نتابع مع حضراتكم تقريراً عاجلاً نوجه عنايتكم أنه يحتوي على مشاهد قاسية للجائعين. دقيقة واحدة، عرفت الشارع اللي في الصورة هذا؟ معقول هذا من جد؟ هذا بيت فلافيلو فعلاً. دكتور أبو العينين، حضرتك إيش بتسوي هنا؟ حصل اللي كنت خايف منه، فلافيلو قال امبارح اديته تابلت أثري، قلت يمكن يلاقي له أي استخدام، التابلت ما كانش شغال، بس بما إنه حصل كده يبقى اشتغل معاه وحصل اللي حصل. هو فكر يسوي كده عشان يثبت نفسه قدامي. لو عرفوا إن فلافيلو أخذ كل الأكل هذا، الناس هيعصبوا عليه ومو بعيد يدخلوا عليه البيت ويضربوه. فكر لنا في حل. عشان كده لازم نوصل لفلافيلو قبلهم، بس هنعمل كده إزاي؟ كل المداخل مقفولة والأكل محوط البيت كله. لقيتها، راح نستخدم رستم باشا. سمعت اسمي، هل من منادي؟ مرة حلو، جيت في وقتك بالضبط يا رستم باشا. كيف راح نستخدم رستم باشا يا بابا؟ شوف يا ابني، شوف، معدة كلب الشوارع كبيرة جدا زي ما انت شايف كده، حتى لو ما حياكل دحين في أماكن خاصة لتخزين الأكل، وبكده ممكن يقعد من دون أكل لشهور كثيرة مرة من دون ما يشتري أي أكل عشان المخزون. شوف المساحة وشوف كيف تكفي وتشيل أكتر من كده. حلو التأليف اللي مو مفهوم هذا. بس الرسمة دي مش شبهي خالص. عينيا فين يا ضرغام؟ اها تفضل. رضيئة جدا على فكرة. شوف انا بقالي قد ايه عالم وبرضه ما فهمتش اللي قلته ده خالص. مالكم شغل بالجزء هذا، سيبوها علي انا ورستم باشا. جاهز انت ولا لا؟ على هبة الاستعداد. اعمل مؤثرات بصوتي زي كل مرة ولا تحب اغيرها؟ ماشي يلا ابدا. تشي 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 تشو تشو فرا فرا. يلا نبدا شغل، جاء وقت الاكل. ياهو. تمام، كفاية كفاية كده يا رستم باشا. الأكل ده يكفيني شهر بالتمام والكمال. يلا ادخلوا، يلا بسرعة، يلا يلا اجروا اجروا بسرعة، اجروا يلا اجروا. ها فلافيلو، انت فين؟ انا هنا. أنا شفت راس فلافيلو. أنا قاعد باكل من الصبح يا درغام وبرضه ما شبعتش. التابلت فين يا فلافيلو؟ إيه؟ تابلت مين؟ أيوه التابلت، التابلت ده المفروض يحقق لك تلات أماني، وأنت استخدمت أول واحدة منها، حطيته فين بالظبط؟ بس أنا كنت عايز أثبت للناس إني ذكي، مش عايز غير كده، عشان كان لازم أثبت نفسي قدام رزان يا دكتور. معلش يا عمي، ما في داعي أبداً إنك تسوي كده. إحنا نحبك زي ما أنت ومو شايفينك سيء. بتتكلمي جد؟ قولي، مفيش داعي للذكاء يا جماعة، خلاص مستحيل تصير ذكي أصلاً. بمزح معاك، تقدر طبعاً. دلوقتي لازم نرجع كل حاجة زي ما كانت، بس لازم نلاقي التابلت. لو جاهزين يلا نغطس. هوبا هوبا. اطلعوا، أنا هستناكم. أحلي إيه يا ترى بقى دلوقتي؟ أشوف المنيو فيه إيه؟ أوه كباب مفلفل، أهو كده كلام. أوب. لقيت التابلت. وانا لقيت سندويشة برجر طعمه يجنن. درغام، ما تاكلش الهمبرجر ده لو سمحت، كان على الارض يا صاحبي. كل الاكل على الارض يا فلافيلو، سلامه الشوف. ما تاكلش ده وخلاص بقى، اسمع كلامي. تمام يا فلافيلو، اتمنى امنيتك التانيه، بس اختار الكلمات بكل دقه، ويا ريت ما تبقاش اكل. يا ريت كل الاكل ده يختفي. لا اولي انقذتكم. هذا عم فلافيلو، ايش اللي صار لك يا عمي كده؟ أصلي لما شفت الأكل ده كله مستحملتش بصراحة، رحت كلت هم هم فبقيت اللازاليزو. عملت إيه يا فلافيلو؟ أنت عكيت جامد في الكلام. إزاي يعني؟ زي الكلام الغلط اللي قلته في مدرسة الخدعة البصرية زمان؟ أمبالي بون هرمان دبلو.
كده انا بقيت اعلان سوبر ماركت. اسف اني غلطت في الكلام. يا سلام، ايه ده؟ واو، طلع في تخفيض على بودنج الموز بالفجل. لدينا خبر عاجل لمشاهدينا ومتابعي حلقتنا. اللي هو انا يعني ولا ايه؟ اخرجوا هذا الرجل فورا. المهم، الأحداث الأخيرة غريبة ومثيرة. فقد اختفى الأكل الموجود في بيت الفيل، فلا فيل ثانية للأسف، والعالم في بحث مستمر عن الطعام. الفيديو الآخر رجاء. ايش بتسوي يا عم فلافيلو؟ ما سمعتوش؟ ما بقاش فاضل اكل في اي حته، بالتالي كان لازم حد ياكل التلفزيون. سيبك من الاكل، قول لي التابلت امنيتك الاخيره. يلا امنيتي الثالثه ان مخدتي تفضل ساقعه وانا نايم بالليل ما تسخنش. كفايه تاريك بقى، هقول لك الكلام وتعيد ورايا، مش عايزين مشاكل. تمام، ما تزعقش. هتقول كده بالظبط، امنيتي الثالثه هي عباره عن ايش في؟ ايش اللي صار لك؟ انا يعان يعان. اكل كان التابلت، هات التابلت بتاعنا بسرعة أرجوك. هدوني هدوني. لو ما في أحد فيكم بيعرف يطير أبداً ما رح نرجع التابلت. يمكن ما بعرفش أطير، بس ممكن أطير نفسي. عارفين لعبة صيد العصافير اللي على التليفون؟ أيوة أكيد. دلوقتي هنلعب اللعبة دي مع فلافيلو. معانا أستك ولا لأ؟ عايز أستك، أنا بومباستك، أكيد في الدرج الفانتاستك. فلافيلو، لو صار لك أي شيء، هل ممكن أخذ الجويستيك والسكيت بورد حقونك لو سمحت؟ نعم؟ إيه؟ عشان فيل تفول عليا؟ لا، ما في شيء. أنا أصلاً رح أخذهم كده كده. تمام، يلا لو جاهزين كلنا مع بعض. لحظة واحدة كده، أنا دلوقتي بعدني يعان. أنا جاي وسعه. يا لهوي، كان هيقع. سليمة سليمة، يلا يا فلافيلو، فكر فكر، أكيد هتلاقي حل دلوقتي. لقيتها أمنيتي التالتة، أتمنى كل حاجة ترجع لحالتها امبارح زي ما كانت. أنكاتو هاتيهام سوهام راهام. يا بنتي، مو معقول جلسة ذاكري من الصباح. يلا انزلي حمام السباحة. طيب رح انزل، بس مين حيسوي الواجب اللي مطلوب مني؟ عم فلافيلو مثلا؟ هي ايه ده؟ دي حفلة حمام السباحة بتاعت امبارح. اولي، كله رجع لحالته الطبيعية، امنيتي اتحققت واديت رسالتي. ايش بتقولي يا عم فلافيلو؟ انا عبقري وبفهم لعلمك بقى يا رزان، وحققت انجاز كبير، بس انتوا مش مقدرين قيمتي. يوبي. انا اسف جدا. اخيرا خلصت، جزعت الذرة كلها ونقيت كيلو إشعاع بحاله وعملت حلة محشي يورانيوم. وبما إني خلصت شغلي أروح أستريح على التلسكوب بتاعي شوية. أما نشوف هنكتشف النهاردة كوكب جديد بقى ولا إيه؟ ده إيه ده؟ كوكب على شكل حتة بطيخ؟ أنا مش مصدق، أنا اكتشفته، اكتشفت كوكب على شكل حتة بطيخ يا عالم. أوه، ده كمان بيدور في فلك وجبنة مثلثات، دي مجرة غريبة جداً. وإيه ده كمان؟ في شمس كبيرة بتعمل لي باي باي في العدسة. بونسوار يا دكتور. فلافيلو، أنت بتعمل إيه في الفضاء؟ شربت عصير كتير بس واتعشيت. إيه ده؟ يا ده الحظ السيء، التلسكوب اللي حلت باظ، بقى لي ساعتين براقب الحي بتاعنا على إنه السما. باي باي فلافيلو. طلعت في الصورة، عيني مقفولة، خدها لي تاني. المهم، نرجع للفضاء بتاعنا بقى دلوقتي، أهلا بيكم يا نجوم. اهلا وسهلا يا بلوتو. يا مرحبا الساعة. اهلا بيكم كلكم، ودلوقتي ندور التلسكوب يمكن نلاقي كوكب جديد. ايه ده؟ ده شكله قلب. لا، ده مخ. انا مش مصدق، يعني نصه قلب والنص التاني مخ، يعني ايه ده بقى؟ انا قدرت اكتشف كوكب جديد يا جماعة. انا لازم احضر شنطتي بسرعة واروح الكوكب ده. شنطتي تجهز حالا. جاهزة يا بروفيسور. خش سناني. اخدتها. نضارة البحر موجودة معي. ماكنة التوست اللي بترمي ليزر معنا منها. صح، ما عندناش، كنت بختبرك. يلا بينا نتحرك حالا. اخيرا طالعين رحلة. انا ما كنتش منتظر منك الصدة بصراحة. ولا انا. أعرف ليش اجينا لهون يا بروفيسور؟ قلي. جينا هنا علشان دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن نروح بيها الفضاء. يلا اللي بعده. تمام، عدي يا شنطة ورايا. تمام،
بتمنى انه الموضوع ينجح. ابعتنا يا كابتن. باي باي. شو هاد؟ يعني هي فقط الاستخدام بحالة الطوارئ؟ شو المقصود؟ هو يقصد يعني اننا كده رايحين الفضاء. كوكب القلب والمخ الجديد، يلا نستعد للهبوط. ايه جاهز؟ يلا. ايه حكاية الصريخ الجديدة دي؟ المرة الثانية منيجي بالطيارة هي مو مريحة بنوب. ايه كل ده؟ انا مش مصدق ده، كل المخلوقات هنا على شكل مخ. ممكن يا بلوبيف استلف منك اكل قد محيط اضلاع المثلث؟ هديك يا لانشون، بس هاخد منك تمنها 2×2 كسر تربيع. 2×2؟ لكن ده كتير قوي. انت يا ابني ممكن تديني بطاطس من اللي عندك دي؟ طب انت عايزة كتلة مربعة في ضرب جاذبية قد ايه؟ بيديني اصغر عدد او اللي عندك وخلاص. انا مش مصدق، معقول كل الكائنات عبارة عن عقول ذكية جدا للدرجة دي؟ دول بيحلوا مسائل بينهم وبين بعض وهم في السوق كمان. يلا بسرعة. تعال لما نمشي وراهم نشوف رايحين على فين كده. معنا هذا الأسبوع في برنامج الأكوان الموازية سنشاهد انتقام عجلة الراحة السريعة. واو، انظروا انظروا ماذا أفعل. بابا بابا بابا. ما في شيء جديد على التلفزيون، كان زمان بيكون في برامج سياحية مفيدة جدا، على الأقل بنشوف أماكن جديدة. ما حد صار بيشوف الأشياء هذه، الإنترنت خلى الواحد يشوف كل الأماكن وهو جالس في بيته. طيب ممكن نعمل برنامج سياحي ونذيعه على الإنترنت، إيش رأيك في الفكرة هذه؟ ورح نوري الناس أماكن جميلة ما شافوها قبل كده. إيه رأيك نوريهم تحت سريري مثلا؟ أنا حجيب الكاميرا حقتي وأجيلك. يلا يا فلافيلو تعال نحط راسنا في راس بعض ونفكر في أماكن حلوة. البانيو ده مكان ما تصورش قبل كده. هذا مكان مبلل مرة. أهلاً أمخاخ الأعزاء، أنا جمعتكم النهاردة علشان هتكلم معاكم في موضوع مهم جداً. النيزك اللي في الشاشة ده عايز يضرب كوكبنا، وده طبعاً عدوان لازم نفكر إزاي نقاومه، وإلا هنروح في الكبدة. النيزك ده شبه المكرونة بالزبادي. الملفات شكلها اتلخبطت تقريباً، الكمبيوتر كمان مسكين مش ملاحق على ذكائنا الخارق. طب مين فينا اللي حط صورة المكرونة عنده كده؟ النيزك أهو، شايفينه؟ أوه. وطبعاً يا جماعة، النيزك ده هيضرب كوكبنا بعد تربيع عدد من الساعات، فاحنا لازم نتحرك بسرعة وإلا هنتمحي. لكن ده طبعا مش كفاية، مضطرين للأسف نتعامل مع قبيلة القلب اللي عايشين في الطرف الثاني من الكوكب، وهم دول اللي قدامكو. ودلوقتي صورة بقلاوة، الكمبيوترات غريبة جدا النهاردة. الكائنات دول بقوا عاطفيين، وللأسف بسبب عواطفهم دي مش قادرين يتقبلوا ان النيزك جاي في اتجاهنا يدمرنا. أما إحنا فلازم نحل المشكلة دي ونشرف أجدادنا اللي سابوا لنا تاريخ مجيد. أنتوا إيه رأيكوا نشوف دلوقتي أجدادنا العظام ونفتكرهم؟ ودلوقتي صورة طشت بدل صورة أجدادنا، ارمي يا عم الكمبيوتر ده بقى. دلوقتي تعالوا نعمل الشيء المنطقي بالنسبة لنا، نوقف النيزك ده لوحدنا ونوري قبيلة القلوب إنهم غلطانين لما فكروا ما ينضموش لينا. هي ده أحسن قرار. شايف إن ضلعين المثلث متساوي الضلعين دايما متساويين؟ لكن السرعة تساوي مسافة الطريق على الوقت. يا قوة الذكاء اللي فيكم دي يا جماعة، شو عم تعمل عندك؟ ما قدرتش اقاوم اللحظة. ها؟ ده شكله مش مخ زينا، أكيد ده جاسوس القلوب جاي يراقبنا. بسرعة امسكوه وحطوه في الحبس هو واللي معاه. ليش خفتوا منا؟ سيبونا سيبونا، أنا بريء. أنا أبداً ما عملناش حاجة. يا ابني إيه لازمة الصريخ ده بس؟ بركي حدا فيه يساعدنا. الكل دايما بيخاف من اللي بيجهله، هما لما شافونا مختلفين خافوا وقرروا يعاقبونا ويحبسونا هنا. انت بتعمل ايه يا شنطة؟ عم طلع الاواعي اللي جبتها معي حتى ما تنكسر. شو مو فارقة معاك؟ الحق. انت جبت جهاز الاتصال بين المجرات بتاعي؟ قلت بجيبه بركي بنحتاجه. انت اعظم شنطة في حياتي. طب صوتك ده مش حلو خالص. المهم بالجهاز ده اطلب مساعدة اصحاب الثلاثة الموجودين في الحي. تمام كل شيء جاهز. ها الصوت كويس يا ولدي. نظيف زي الزيت. فلافيلو وانت ايش الاخبار؟ نظيف زي العسل. يعني متبقي كده تعريف المكان، ما حد شاف منكم المكان هذا قبل كده يا اعزائي المشاهدين. الو الو، انتوا سامعيننا عندكم؟ دكتور ابو العينين. ابو العينين، مبروك يا دكتور، انت طلعت على التلفزيون، خلاص ما راح تعرفنا بعد كده. افتحوا لي ودانكم واسمعوني كويس انتوا الثلاثة. فتحها كويس اهو، ومحدش يقدر يفتحها قد كده صح؟ انا دلوقتي محبوس في كوكب القلب والمخ، لازم تيجوا تنقذوني في اسرع وقت. دلوقتي هاتوا ورقة وقلم واكتبوا ورايا، اوصف لكم المكان. اتكلم. هتدخلوا اليمين اللي بعد بلوتو، وقبل المشترك كبير خدوا الشمال اللي عند التقاطع قدامكم،
بين الاربع طرق كده هتلاقوا الكوكب على شمالكم. الراجل بيوصف لنا كده محطة بنزين مش كوكب خالص. لما تشوفوا المخاخ هتعرفوا انكم في المكان الصح. حلو جدا، هذا مكان روعة عشان البرنامج السياحي حقنا اللي حنصوره. رح نعرف الناس على كوكب ما يعرفونه ولا شافوه. كيف رح نروح الفضاء إذن؟ أكيد بالطريقة الخاصة حقتنا. بالطريقة الخاصة حقتنا كيف؟ خدي وزنك يا علاء ست رد الفور. خدي وزنك يا علاء ست رد الفور. يلا يلا ندخل فوق. يلا 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 أعلى، يلا أعلى أعلى. أنتم من طلبتم. هيا يا شباب سنرميهم بقوة. إحنا وحيد الفضاء. ما عرفوا يحلوا موضوع الحرق لما ندخل الغلاف الجوي بدل دالي للحرق. ايوه ايوه، يا ريتهم يشوفوا حل ليه بدل ما يعملوا العاب للموبايلات وفيديو جيم. حسب الكتابات على الشاشه في الخوذه حقت نسبه الهواء كويسه، ممكن نخلع خوذتنا وبدلتنا وراح نكون في امان. تمام يلا انا كده هبدا تسجيل فلافيلو. ابدا حالا. المكان ده اتبنى سنة 1569 على يد سكان البلالايكا، وفي عام 3975 جم سكان تانية صنفروه وعملوا البوية الحلوة دي. من جد تأليف وتخريف ولا أروع. كمل. تأليف في رغيف على الماشي. احنا جينا المكان الصح، ماني شايف أي عقول هنا أبدا، شكلنا كده ضعنا. صحيح، ايش المكان الغريب هذا؟ عمو صافي فيك تعطيني مفاتيح الشاليه مشان أقضي الويكند؟ أكيد يا ابني طبعا. عيب هالسؤال، بس فرجيني بالأول قديش بتحبني من قلبك ولا لا يا ولد؟ هل قد يا عمو؟ ليك ليك عم بتشوف؟ مظبوط بتحبني وما في حدا جواك غيري. يا ابني عطيني نص كيلو جبنة بلا زيت من عندك، بس شي مرتب. قدي حقه؟ اتفضلي، هي حقه كلمة طيبة أو ممكن ابتسامة. انت كتير بتشبه ابني. تفضل خد هدول لإلك ومعن عبطة كبيرة كمان. يسلموا ستنا، مع السلامة. لو سمحت، المفروض يكون في عقول كثيرة هنا، تعرف فين ألاقيهم؟ العقول؟ هدول ساكنين بالنص الثاني من الكوكب. أنا حاول قدامكم أتكلم بلغة الشخص ده وخلونا نشوف هنقول إيه مع بعض. هبلي 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 ودودو بلي وبلي وبلي. قلت ايه؟ شو عم تقول انت منيح؟ اوه وبيجاوب كمان، حضارة متقدمة. تمام، بس لو احنا طلبنا من حضرتك شيء كده يا ترى تودينا لطرف العقول ولا هذا صعب عليك؟ للأسف لينا صديق محبوس هناك. اكيد فيني اخدك، بس بدك تفرجيني قديش مقدار محبتك إلنا. قد كده ده كفاية؟ لا ما بكفي. قد كده. حلو يلا مشوا معنا. بتصور انه في شيء خطير عم يصير. تسجيل، ابدا يا فلافيلو. مشاهدينا الاعزاء، دلوقتي احنا في قريه المخاخ. المكان اتبنى منذ الميلاد ب3 مليار على ما اعتقد. كمان حضاره الهوبالالا اتولدت هنا، نشيدهم الوطني واللي كلنا عارفينه هو هوبالالا. يلا نرقص حاله. شكرا جدا. انا عمري ما شفت تاليف كده. خلاص وصلنا، بس كيف حنعرف مكان دكتور ابو العينين هذا؟ ها؟ ايش هذا؟ هذا لبس دكتور ابو العينين، شوفوا علقهم برا عشان نلاقيه اكيد. يعني انت جبت بلاستر معاك بس نسيت وما جبتليش لبس زياده البسه. برافو، بقيت عامل زي العيال. دكتور ما تقول هيك كثير. لا بقلق يا دكتور. ليس لقيتونا خلاص. فين المفاتيح حقت هنا؟ اكيد بجبت الحارس اللي قاعد قدامك. شخصيه جديده ده بقى ولا ايه يا صاحبي؟ هقول لك حاجه، انا الشخصيه المرحه الوحيده هنا، لكن الشخصيه دي اتحجزت. ممكن يبقى الشخصيه الغريبه دي كمان. دي اخر 10 دقايق قبل وصول النيزك، واحنا مستنيين هنا من غير اي فايده. يلا بينا نهرب. تمام يلا اخرج بسرعه. في ايه؟ ما لقيتوش اي حل نوقف بالنيزك المتهور اللي جاي علينا ده؟ يا فندم حسبنا كل الاحتمالات، لكن من الناحيه الحسابيه احتماليه نجاحنا معدومه. لائمكن بلا مشاعر. ها؟ ده قلب؟ انت بتعمل ايه عندنا؟ وجودك هنا ممنوع نهائي. والفيل والاسود دول بيعملوا ايه ومين دخلهم؟ يا فندم دول اصدقائي وكويسين، جم عشان ينقذوني بس. انقذوك على الفاضي يا جميل، بعد شويه النيزك هيجي يخبطنا ويدمرنا ومش هيبقى فيه اهميه لاي حاجه. ليش ما تشتغلوا كفريق واحد في القلوب والعقول؟ هذا حينقذكم. دي سذاجه، هم مستحيل يفكروا بمنطق ابدا.
للأسف عاطفيين. شوفوا، جينا كفريق ننقذ صديقنا دكتور أبو العينين، يعني إحنا معاكم بسبب عواطفنا. وبعدين باستخدام ذكانا انتبهنا على الدليل اللي سابه لنا دكتور أبو العينين هنا، شفنا ملابسه وعرفنا نيجي ننقذه. إيه قصدك يا شبل يا صغير أنت؟ المنطق والعواطف دايما بيشتغلوا مع بعض، مو منفصلين، ما في شيء فيهم بينفع من غير التاني. أنا دائما جاهز للشغل معكم، وأنتوا عارفين نحنا فينا نوقف النيزك إذا اشتغلنا سوا. اللي قلته كلام منطقي على فكرة، ما فيش ضرر من التجربة دي. كان في طريقة جربوها أجدادنا من مئات السنين وكانت ناجحة، إيه رأيك نجربها دلوقتي؟ طيب وليش لا؟ يلا نقضي على النيزك. تعال يا نيزك يلا. يا نحن نشكركم يا جماعة، نحن فهمنا قيمة بعض منيح ولازم نتحد. العفو، ما في أي شيء. وبكده نبقى وصلنا لنهاية رحلتنا السياحية الممتعة النهاردة. ما تنسوش تحضروا شنطكم للرحلة اللي جاية في حلقة جديدة من برنامجكم تاتارارا. ما رح انسى، ما حدش هيبقى مضحك أكتر مني في المكان ده. اوعى تحاول تاخد الاهتمام مني يا حتة شنطة انت. ايه في البوك؟ ايه خفت؟ ايوه شكلك خفت شوية. ها ادخل واجلس هنا. ماذا تفعلون؟ اتركوني. سيدي، امسكنا صاحبنا هذا متلبسا وهو يهنئ احدا على الانترنت، كما انه يبث كثيرا من الطاقة الايجابية. ارجوكم دعوني، اتركوني، لا اريد ان اكون واحدا منكم، ابتعدوا عني. هيا دعوني دعوني دعني دعني تحديات ومشاكل كثيرة. الدنيا بقت صعبة أوي، حياتي كلها بقت كآبة خالص. شكاوي، شر وايد، حزن ومشاكل كبيرة. أنا فاشل ومو قادر أسوي شيء. شوفوا شوفوا، سوي لي يلا فلتر جديد، أبغى وجه يشبه الفيل أبو خرطوم الواقف جنبي هذا. خلنا نشوف كيف راح يكون شكله عليا. مره مسلي الفلتر هذا. وانا كمان يا درغام، وانا كمان مش راضي يشتغل عندي. اسمع، انت لازم تشغله لي زيك. كيف يعني وانت اصلا فيل يا فلافيلو؟ كيف راح يشتغل عليك؟ فلافيلو يعني اكتر من فيل واحد معجونين في بعض. اصبر بس، خلينا الحين ننزلها على الانترنت. ايش السرعه هذه؟ ترى التعليقات بدات. ايش بتقول يا ترى؟ على طول تنزيل صور، ممكن ترحمنا شوية، ماني عارف انام الاشعارات. مين كتب هذا؟ مين راح يكون غير العجوز اللي اسمه جنيد؟ ايوه طبعا انا. ما تنزلش صور كتير، بقول لك يا اما هشيلك من عندي. بدل الصور والكلام الفارغ ادفع اللي عليك يا درغام. اتفضل. ايش هذا؟ هذول كلهم داسوا على زر عدم الاعجاب على صورتي. ترى الانترنت بدا يصير مكان سلبي مره. وانا هسوي الحلويات اللي باكلها دي وانزلها على الانترنت على طول حالا. نزلتها. الناس جعانه وانت بتحط صوره حلويات، عيب كده. ايه ده بقى؟ في ايه؟ ليه تعليقاتهم سلبيه قوي كده؟ عندي اكتئاب، اشعر بالاكتئاب، حاسس بنص كيلو لحمه. اسف، قصدي حاسس بسلبيه، لا حاسس بحقد، عدم الاهتمام باي شيء. ايوه، ها بعد ما اكتب كده اكون خلصت. ها تمام، ما عنديش حل تاني غير اني اضحي بنفسي عشان اجرب اختراع اللي هيعمل طفره في عالم الاختراعات. دلوقتي نشوف الاختراع ده شغال ولا ايه بقى. ويلا نحط الكوبايه دي هنا، ودلوقتي يلا بينا. انا نجحت.
كابتن، نجحت في تحويلي للحالة السائلة من غير خسائر، يبقى اختراعي كده شغال. السنة دي أكيد أكسب جايزة الاختراعات الأولى من مركز البحوث. دكتور أبو العنين، دكتور أبو العنين، أنا عطشان قوي. أوه شوكولاتة باللبن حبيبتي دي، هشربها حالا. استنى اوعى تشربني. دي بتتكلم. انا مش شوكولاته، انا دكتور ابو العينين. دكتور ابو العينين، ماني فاهم اي شيء. ايه اللي مش فاهمه؟ طيب الانترنت باظ يا جماعه. الانترنت خرب؟ في تعبيرات سلبيه في كل مكان، رمي كلام وتعليقات متعصبه، والسوشيال ميديا سيئه ومشكلتها اكتر من فوائدها. ما بستخدمش وسائل التواصل الاجتماعي، اعرف منين؟ ايش لسه في شخص ما بيستخدم السوشيال ميديا؟ اقول لكم ايه اكتر حاجتين ما لهمش اي لازمه عندي؟ أول حاجة وسائل التواصل. وإيش التانية؟ أكيد أفلام الكرتون. أنا قابلت اليوم شخص ما بيستخدم مواقع السوشيال ميديا للأسف، هذا شيء مو معقول أبداً. كيف يعني أفلام الكرتون مالها لزوم؟ كلامك مستحيل. أنا أكتر واحد مضحك وطيب جداً، هاشتاج الباقيين مملين وملهمش لازمة. وإيش زعلان؟ زعلان جداً. أنتوا مش ملاحظين حصل لكم إيه دلوقتي؟ انتوا كمان بقيتوا سلبيين زيادة عن اللزوم. ايوه عنده حق، احنا كمان بنسوي كده، صرنا زيهم ومو منتبهين من النتائج. قسط التليفون لسه ما خلصش، حرام عليك. ليه؟ افتح الكمبيوتر وادخل على العنوان ده وشوف هيطلع ايه. تمام تمام. ايوه تمام، دخلت. اقرا كده، شايفين قدامكم شريحة الناس الايجابية والسلبية على الانترنت قد ايه؟ لو سمحت الاقيش عندك شريحة ستيك؟ هو الموضوع كده، اصلي بصراحة جعان وانت السبب يا دكتور. افهمني كويس، انا بتكلم عن البيانات اللي قدامكم دي، بصوا عليها كده. انه مصدق الانترنت جالس يزيد سلبية بسرعة. يعني كده ايش هنسوي؟ هتكتبوا على كل الصور والكتابات تعليقات ايجابية، وكمان هتقولوا للي حواليكم يعملوا كده برضو. لازم تزودوا الايجابية باي شكل من الاشكال، دي حاجة في غاية الاهمية. وبعدين ناكل الشريحة على طول. يا ليت، دوس على انتر 3 مرات عشان ارجع لحالتي الطبيعية بسرعة. مفيش زي الحالة الطبيعية. تمام خلاص يلا نبدأ. شكلك حلو في الصورة هذه يا خالتي، والبلوزة حقتك حلوة. حدا كتب لي تعليق هون هلأ عم بيقول لي كتير حلوة صورتك يا تيتا وبلوزتك اللي بقتلك. ها عم تحكي جد؟ ما شفت في حلاوة الجبنة اللي في المحل عندك؟ حضرتك بتسويها بحب مرة؟ حد كتب لي تعليق برضو بيقول لي في عجبك جبنة بتاعتي. الجزارة دي مهنة نبيلة مش كده ولا ايه؟ وانا لما اكبر عايز ابقى جزار. حد جاملني وكتب لي كلام حلو وكلامه فرحني قوي. الموضوع هذا شكله رح ينجح، شوفوا كده دحين الكل صار مبسوط واخر حلاوة. الكل بدأ يصير أسعد من قبل، شكل اللي بنسويه بينجح يا جماعة. ايش فيه؟ ايه ده؟ دي اشارة لاسلكي دي ولا ايه؟ يا والي ايش بيصير؟ بابا اتصل بدكتور ابو العنين. الو ابو العنين. ايوه دكتور، احنا طايرين. مبروك سلام به. استنى، لا 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 تكفل، اشارة واي فاي مسكتنا وموديتنا مكان بعيد ومو عارفين ايش هنسوي. انت بتقول اشارة الواي فاي؟ تمام استنى ما تقفلش، انا هحاول اعرف مكانكم. انا الفيل الطائر فلافيلو. يوهو فلافيلو، شوف احنا مارين على بيتك. فريدون زيك، بص انا طائر، خليك انت على الارض يا ديك ديك. يا لهوي يا لهوي، زي ما كنت شاكك، انتوا رايحين على مصدر الانترنت دلوقت. ايش 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 انت ايش قلت؟ احنا مو سامعينك من عندنا هنا تقريبا، في مشكله. يا ده الحظ الوحش جدا، الخط اتقطع وفات التواصل معاهم، خدوهم على مصدر الانترنت، بس الحمايه عاليه ومستحيل انقذهم. في الحالة دي يبقى ايوه طبعا اختراعي ممكن يساعدني، وفي الحالة دي ممكن ساعتها انقذهم. ها نظبط ده الاول. ها انا عندي امل، اكيد هينجح ويسمع. انا كده اتحولت لغاز، انا بقيت غاز. هاي دلوقتي هطير زي الغاز ومحدش يتحكم فيا. Thank you.
اهو مصدر الانترنت قدامي خلاص. دلوقتي كده لازم ادخل في السر من غير ما حد يشوفني. هقفل عيني عشان ما حدش ياخد باله مني. يا ماما يا ترى احنا فين كده؟ انترنت كافيه ده ولا ايه؟ واو هذا كارت مودم ضخم. ممكن كلمة السر بتاعت الواي فاي اللي هنا؟ لازم اشرب حاجة عشان تشغلي الانترنت وإلا مفيش واي فاي. ايش بيسوي فينا؟ بابا شكله بيحاول يخلينا سلبيين. ايوه يا ابني انا بدأت اعصب ترى حتى شوف كده. أنا مش مصدق هنا مصدر الإنترنت اللي موصل للعالم كله. يا ترى مخبيين فيديوهات القطط فين؟ أهم هناك أخيرا لقيتهم. لازم أنقذهم بس إزاي؟ طبعا كده الطاقة دي رايحة للمودم من هنا على طول. لو خلعتوا الإنترنت هينتهي خالص. آسف يا أولاد أنتم مضطرين تعيشوا من غير إنترنت فترة مش قليلة. يلا ايش ده؟ ها؟ احنا نجينا يا بابا. كرت المودم ما عاد يشتغل. بصوا بسرعة كده في ايجابيات طالعة من بوقي شكلها حلو. ايه ده؟ اهلا ازيكم يا اولاد. امشي من هنا يا عم يلا. استنى يا فلافيلو انا دكتور ابو العنين صاحب درغام. ابو العنين بس انت صرت بتطير. مضحك جدا. انت اللي انقذتنا من هنا ولا ايش؟ ايوه ده اللي حصل. بس انا عندي خبر وحش ليكم ان انا قفلت الانترنت نهائيا. ايش؟ امال كنت انقذكم ازاي؟ مفيش حل تاني. اتفضل رجع لنا الانترنت حالا يلا. حد يديني انترنت بسرعة. احنا نبغى الانترنت مرة. تعال هنا بسرعة. بس انقذتكم عايزين ايه تاني مني بعد كده؟ ما تجروش ورايا. في ايه؟ انا قلت لكم بلاش الجري. يوم الحلوى، يوم الحلوى، حلاوة كتير، يوم الحلوى حلاوة كتير، حلاوة كتير، شوكولاتة حلويات، شوكولاتة حلويات، شوكولاتة. أحس كأني أكلت كل الشوكولاتة اللي في العالم. لا عن نفسي هاكل تاني في البيت. يلا نروح الوقت تأخر. تمام باي باي يا فلفيلو. شايفك اتنين يا درغام. ما كانش ليها لازمة الشوكولاتة الأخرانية. كافي صار لكم 3 ساعات تاكلون شوكولاتة وحلويات. إيش فيكم؟ لا ما رح ينفع نبطل. إحنا في يوم الحلاوة وبنجلس مستنيين طول السنة العنود. شوفوا ليث رح يغرق خلاص في نافورة الشوكولاتة. ليث كفاية إلين كده. درغام اعقلوا شوية بس. خلاص الوقت تأخر. عفوا كنت أشرب حليبا بالشوكولاتة. مشاهدين الأعزاء إليكم الآن النبأ العاجل. مصنع الشوكولاتة بالفستق تعرض لأعطال بالغة بسبب ضغط الإنتاج بمناسبة يوم الحلوى، وقد أصيبت الأجهزة بالجنون وخرجت عن السيطرة وستدمر المكان كله. وإذا لم يتم إنقاذ هذا الموقف لن يقدر المصنع على إنتاج الشوكولاتة المقرمشة اللذيذة، وسنحرم منها ولن نأكل منها ثانية. يعني ما رح نلاقي الشوكولاتة اللي بنفوز بالحلوة هذه تاني؟ نعم لن يتم إنتاجها أبدا. مستحيل. كيف التلفزيون بيرد علينا؟ أنا منكم. الشوكولاتة اللي بالفستق أكتر نوع بحبه. أنا ما باكل أي شوكولاتة غيرها أبداً. وأنا بطلنا النهاردة بيعوم في نهر الشوكولاتة ورايح الكهف المستخبيين في الأعداء. هتطلع له فجأة أكتر بطة شريرة في العالم كله. بس بطلنا الشجاع فلافيلو بيهزم البطة برو، وبكده تنتهي قصة البطة الشريرة للأبد. ودلوقتي البطل هياكل شوكولاتة عدوه كلها وينقذ الأرض.
الحقنا الحقنا يا فلافيل، احنا خلاص ضعنا، ما راح ناكل شوكولاته بالفندق تاني. خلاص مصنع الشوكولاته راح يتدمر وما راح ناكل شوكولاته ابدا. لا يا درغام، ارجوك قلبي النون الصغير الرهيف لا يحتمل ابدا ابدا. لا حياة بلا شوكولاتة ابدا. احنا خلاص ما رح ناكل الشوكولاتة بالفستق اللذيذة هادي ابدا. طيب بلاش نصرخ تاني، زورنا هيوجعنا كده. قولولي ليه بقى مش هناكل شوكولاتة بالفستق؟ يا جماعة المصنع اخترب وتجنن، ولا ما وقف رح ينهار. يلا نروح ننقذ المصنع، رح ازعل لو ما اكلت شوكولاتة. ثانية هروح اجهز نفسي بسرعة. ها رجل الشوكولاتة الخارق جدا، اللبس ده جدتي هي اللي عملته. المكان باص خالص، اهربوا. المصنع عم بيتحرك يا جماعة، الحقونا. يا جماعة مش كده، اصبروا شوية، الشوكولاتة مش هتأذيكم خالص. الشوكولاتة معمولة من الكاكاو وطعمها لذيذ جدا. المكاين قاعدة تشتغل بروحها من دون عمال. يا ليت شغلي يشتغل لحاله، ما كنت رح أتعب أبداً. بس لو كل شيء المكاين رح تسويه أكيد ما رح تقعد فاضي. أتوقع رح يخترعون مكاين تقعد فاضية هي كمان. هذه نكتة حلوة مرة، بس صراحة من نوع اللي ما أفهمه. بصراحة عايز أفضل هنا على طول. المصنع على وشك الانهيار، المصنع على وشك الانهيار. هرو! أعتقد لازم نهرب من هنا حالاً. هنعمل إيه بقى دلوقتي؟ كلهم راحوا، إيش راح نسوي دحين؟ لازم نعرف إيش اللي قاعد يصير هنا. تمام تمام، هحاول أعرف لو حاجة حصلت في طعم الشوكولاتة ولا لا. هدوق كل الشوكولاتة، ما تقلقوش عليا خالص، أنا مدرك تماماً. المهمة صعبة بس أنا على أتم استعداد، وهضحي بنفسي للوصول لهدفنا. أنا هنقذ الشوكولاتة يا ماما. فلافيلو؟ هو فين راح؟ أعتقد فلافيلو معدته ما تحملت كمية الشوكولاتة عشان كده انفجر. طيب يلا بينا نروح وراه. لا أنا مرة خايف وما راح أدخل هنا عشان أخاف من الأنابيب. بابا خلاص لا تخاف، لو سمحت تعال. الكلام سهل يا ابني. اللي تحت الشوكولاتة بايظة. صحيح، بس ده أنا اللي تحت. مين أنت؟ يا ترى احنا فين؟ يا جماعة الشوكولاتة كبيرة قوي. لحظة بس، انتو منو؟ احنا جينا ننقذ الشوكولاتة. للأسف الوقت تأخر وايد، الساعة لسه 9 وبعدين أنا بنام 10. لين الحين ما حد يدري أني كنت موجود هني، وأنا كنت أصنع الشوكولاتة لوحدي من زمان. دي الشغلانة اللي نفسي فيها، أشتغل طول النهار بحاله أعمل شوكولاتة. بس للأسف ما في يوم أحد تشكرني أبداً، فقررت أصنع كل الشوكولاتات اليوم بنفسي وأترك هذا الشغل للأبد. بس المكاين اللي برا ما هي ملاحقة على سرعتك، المصنع قرب ينهار، ولازم تعرف أنت لو ما وقفت ما رح ناكل شوكولاتة تاني للأبد. أنا عايز أكل شوكولاتة، ما تسيبنيش من غير الشوكولاتة يا رجل الشوكولاتة. أرجوك 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 أرجوك. لو سمحت لا تأكل ريلي. ترى ما كنت أدري أن اللي أسويه مهم لهالدرجة عندكم. طبعا مهم، ترى فلافيلو بيتروش دايما في الشوكولاتة كل يوم، وأنا كمان بغسل وجهي كل صباح بالشوكولاتة، وأنا أتفرج على الشوكولاتة بدل التلفزيون. إياك تبطل تسوي الشوكولاتة، أرجوك 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 أرجوك. ما دامكم تحبوني تشي أنا ما راح أردكم أبد، بس لازم الحين نعدي مزرعة الشطة ونشغل المفتاح الرئيسي. أنا أكره الشطة مرة. عشان توصلون للمفتاح لازم تعدون على الشطة، بس لازم تنتبهوا ما في أي أحد راح منك من قبل أبد. الحل الوحيد تأكلونها. شنو تسوون؟ الشطة بتحرق الفم، مين فينا يقدر يسوي كده؟ ترى اللي بيحبوا الشطة. طيب وفين راح نلاقيهم دحين؟ آخر 10 ثواني من قبل الانهيار، من فضلكم أخلوا المصنع. خلاص ما في وقت قدامنا، لو ما نبغى نعيش من دون شوكولاتة لازم ناكل كل مزرعة الشطة بأسرع وقت. ما فيش حل تاني، قوة الشطة العجيبة. حلوة الجملة هذه. 8 7 اتحرقت يا ماما، انفخ وانا اتحرقت. قوة الشطة.
أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. ميا 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 اخبلو رشي عم فلفيل رشي يلا كلوا الزبادي انا قاعد بنحرق انفخ لي يا فلفيل بسرعة ايش في انت ليش بتضحك شفت ما اكلتم الشطه شلون ايش 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 بتقول تراني نصبت عليكم كان ممكن تمرون من اليم بس ما سمعتوني نطيتم وأكلتم على طول وانتم كان ممكن ما تأكلونها لكن ما سمعتوني اسمع درغم أنا تعصبت ومبقيتش شايف قدامي خالص بس نجحتم بالمهمة مع أني نصبت عليكم وكحكم تأكلون الشوكولاتة على كيفكم أوكي خلاص راح نسامحك عشان نقدر ناكل الشوكولاتة بالفستق يلا يا جماعة نمشي من هنا الأكل جاهز كلوا أكلكم كله عشان أسمح لكم تأكلوا الشوكولاتة اللي تحبوها إيش الأكل؟ كباب بالشطة لا 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 يا أنا هفتح مين اللي جاي دحين؟ أكيد فلافيلو طبعاً وليه جاي فلافيلو؟ علشان اليوم في سباق العرب اللي عجبان بجامة بتاعتي يرفع ايده ايش هو سباق الالعاب هذا؟ هذه مسابقة نشوف مين اسرع فينا ممكن يخلص اللعبة وراح تعلقون الميداليات في رقبتكم؟ بالظبط لا لا ما في ميداليات يا فلافيلو طب انا فرحت دلوقتي خلاص هكون فرحت على الفاضي يعني؟ انفير ايوة النهاردة اجازة اليوم التلوت طيب خلاص نأجلها دلوقتي لو حصل حاجة تفرح يبقوا بلغوني طيب يلا كله يفضي الصالون دحين انا مو فارق معايا ابدا سباق الالعاب التافه هذا تمام اللعبة جاهزة مين حيلعب أول؟ لا 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 أنا حيلعب أول خلاص يبقى نعمل كيلو بامية أنا اللي هبدأ كيلو بامية هيك سبت أنا حلعب الأول برافو عليكم وقتكم ضايع في ألعاب تافهة حتضيعوا فيها عمركم على الفاضي يا أولاد الوقت هذا شيء غالي مرة تقدرون تشترون أي شيء وكل شيء في الحياة إلا الوقت ما حد يقدر يشتريه أبدا أيوة أنا زمان ما كنت فاهم الكلام هذا أبداً عاجل 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 خبر مهم جداً بلغنا أن أغنى امرأة في العالم السيدة دومبولو أنفقت كل أموالها من أجل شراء الوقت أصرخ أنت كمان إحنا لازم نصرخ كلنا سوا أي أن الوقت أصبح مملوكاً للسيدة دومبولو هو كيف صار؟ أولي حاجات كتير غريبة هتحصل النهاردة كتابي خد هذا هو ايش اللي بيصير هنا مره واحده كلنا اتجمدنا يا ترى الايس كريم اتجمد هو كمان ولا لسه اكيد اتجمد انا حطه من بدري انتبهت ان الوقت وقف فجاه والزمن اتجمد مكعب الذكاء رجع تاني ده كان مكتوب اعلانات اعلانات ازاي يعني يعني كل حاجه عباره عن كذبه كبيره قوي كتابي خد هذا هو شفت الوقت انجن مره اكيد الحرمه اللي اشترت الوقت سوت كده بس ممكن يعني لو ما وقفنا حتصير اشياء سيئه احنا لازم نتصرف لا لا تمزح مو لازم تمثله عشان الزمن صار يمشي ببطء المهم حروح أخلص الواجب بسرعة قبل ما نظام الوقت يتخربط من جديد الدنيا حالها راح يتخربط وتنهار بس بنتي ما بتهمل الواجب حقها أبدا أنا مرة فخور بالبنت هذه رأيي نروح لدكتور أبو العينين لو ما خدتوش الآلة دي منها ودمرتوها بسرعة مجال الزمان والفضاء وكل الكون هيتدمر بسبب أفعالها دي معقول تكون فهمت اللي أنا قلته وخوفك للدرجة دي؟ لا بس وانت بتتكلم فجأة كده افتكرت فيلم رعب كنت لسه شايفه مبارح وأنا كمان شفته لو حصل ورجع الزمن تاني ورحتوا الوقت ما تولدتوش فيه ده معناه انكم انتهيتوا خلاص
يا دكتور ابو العنان، انت عرفت اللي صار؟ في وحده اسمها دومبلو اشترت الزمن وبتتحكم فيه. ايوه عرفت، معاها آلة خطيرة جدا تقدر ترجع بيها الزمان وتقدمه وتوقفه زي ما هي عايزة. مش عارف ليه حاسس ان عشت اللحظة دي قبل كده. المهم لو ما خدتوش الآلة دي منها ودمرتوها بسرعة، مجال الزمان والفضاء وكل الكون هيتدمر بسبب اللي بتعمله. معقول تكون فهمت اللي انا قلته وخوفك للدرجة دي؟ لا بس وانت بتتكلم فجأة كده افتكرت فيلم رعب كنت لسه شايفه امبارح. وانا كمان شفته. لو حصل ورجع الزمن تاني ورحتوا الوقت ما تولدتوش فيه، ده معناه انكم انتهيتوا خلاص. امسكوا خدوا ده معاكم، الصندوق ده هيبطل مفعول قوة آلة الزمن بس لما يبقى قريب منها جدا. انا خلاص حددت مكانها، خدوه بسرعة وروحوا دمروا الآلة دي قبل ما تدمرنا. طيب ممكن تكوننا فين ساكنة بالضبط السيدة دومبلو؟ يا ليس، انا بعتلك الموقع على الموبايل بتاعك، يلا روحوا بسرعة. ها أنتم وصلتم للموقع. انتوا ايش حكايتكم بالضبط يا اولاد؟ لازم كل يوم مغامرات غريبة؟ اوه ده كده ولا حاجة، انت لسه ما شفتش اي حاجة. يا دكتور الو، واحنا ماشيين طحنا في بركة، كنا رايحين للموقع اللي انت قلت لنا عليه. يعني ايه وقعتوا في البركة؟ مش فاهم، هو انتوا اطفال؟ اكيد يعني الموقع اللي انا بعته جنب البركة دي بكم متر. ايش عرفني، عارفين انك عالم كبير وثقنا فيك، قلنا نسمع كلامك بالملي وننفذه. يا ناس افرقه، ما شفتش حد فاهم وتيل في حياتي زيكم. هذا قفل بنغرق، سيارتي راحت. انا ابغى انام. عم فلافيلو، زلومتك كانت بتطول لما كنت بتكذب، هي لسه بتسوي كده؟ مش عارف، نجرب. انا ما بخافش من الضلمه خالص. شغالة ايه؟ بابا ممكن تنزل القزاز اللي قدام؟ ما في شيء سيارتنا ما تقدر تسويه مهما حصل. يعني بتعرف تعمل سندوتشات؟ ها تقدر طبعا. يا ريتني طلبت اكبر من كده، المرة الجاية هفكر. تمام، لازم نطول خرطوم عم فلافيلو للشجرة اللي في اخر البركة. فلافيلو اطلع فوق وقول كلام كله كذب. تمام، اعتبر طلبك حصل. انا اوسم فيل في العالم كله، ليث بيخلص الواجب بتاعه كل يوم في اسرع وقت، درغام مش بيشخر وهو نايم، ما بغشش خالص وانا بلعب اي لعبه، وكمان انا صريح جدا وما اعرفش اكذب نهائيا. بسرعه يا فلافيلو، ابغاك تمسك بقوه في الشجر بخرطومك. تمام عم فلافيلو، رجع خرطومك لطبيعته. تمام، اللي قلته من شويه مش صح ومش هكذب تاني. طلعنا خلاص، برافو يا فلافيلو. اسمع واحد برافو من ابو السباع؟ ما بقول غصبا يعني. يلا احنا لازم. تمام أنا هيك قلبي اطمن على الآخر وجربت آلة الزمن هي، هلأ بقى لازم أرجع بالزمن مرة تانية وحقق كل الأهداف اللي كنت عم بحلم فيها. استني لو سمحتي، كفاية ما تلعب فيه أكثر من كده. فهموني شو عم تعملوا هون وكيف فتوا؟ وبعد 100 عام. تقريبا كده احنا سافرنا للمستقبل وعجزنا. انا مش لاقي طقم شناني، الحقني يا درغام. فكك، لا تحط في مخك. انا حط طقم شناني في دماغي ليه؟ احطه في بوقي طبعا. ليش؟ في دقنك. الحقوا يا جماعه، جده والسيده دومبلو اختفوا. احنا دحين لازم نلحق نرجع للزمن حقنا. راح احاول اجيب الجهاز هذا لو وصلت بالعصايه. طب نبص الأول من الشباك نشوفهم اخترعوا عربيات بتطير ولا لسه؟ وقبل 100 عام. قلتك الحيوانات رح تقدر تطير بالمستقبل؟ شنعو؟ بعتذر، سؤال غريب جدا. شفتوا؟ بسببكن الجهاز تبعي وقع على الأرض، انتوا شو بدكن مني يا جماعة؟ يلا فركوها من بيتي. يا دومبلو هانم، شوف أنا أبغى أنام أرجوكي، أنا لازم أريح على الكنبة حقتي. انت ليش بصمم التعبين معاك كده؟ ايوه يا فندم، انت ممكن تسمعيني، انت غنيه مره وعندي كل شيء تقريبا وعندك قلعه كمان، ليش بتلعبي في الوقت وبتدمري لنا حياتنا كلها باللي انت بتسويه فينا هذا؟ اتركوني، ما دخلكم فيني، انا المصاري ما بتهمني بنوب، انا عم استفقد لايام زمان واصحاب زمان وعيلتي كلها وكمان ايام طفولتي. هلا انا عايشه لحالي بهالقلعه الفاضيه مثل ما شايفين، وما حدا عم يسال علي. يلا بعد اذنكم بدي ارجع لايام طفولتي. ليث، الصندوق. ممكن نتكلم وما تاخدي قرار خطا؟ ليش جهاز الزمن بطل يشتغل؟ اكيد انتوا اللي عملتوا هيك، فيكم تحلوا عني.
اجيبوه امسكوها. بس بقى يا لهوي فلافيلو. انا لسه ما وقعتش. انا اقدر اضرب الجهاز اللي في يدها بالعكاز حقي. انا زعلت جامد لدرجة نسيت اني نسيت اصلا انا كنت بزعق ليه عشان كنت معاه. لا تهربي. استني عندك. بجرب مرة تانية يمكن تنجح. وين جهاز الزمن؟ بسرعة واحد ياخذ الجهاز. داون البيك بوس. الأسد جاي طاير. البطل جالكم. تمام جيبوه يلا. ما في داعي تكبير الموضوع كده. يلي عم تعمله غلط كبير. لو سمحت رجع لي الجهاز بسرعة. على فكرة أنا كتير غنية وكمان اتنيناتنا ختايرة مثل بعض. فينا نرجع بالوقت ونصير صغار ونعيش شبابنا من أول وجديد ونبدأ حياة جديدة ونغير كل يلي نحنا فيه هلأ. طيب بشرفك، ما كنت كل يوم الصبح تحلم إنك بدك ترجع شبابك مثل زمان؟ هات الجهاز هاد واسمع مني، رح نبلش كل شي بحياتنا من الصفر ونعمل كل يلي كان بدنا نعمله من زمان. لو سمعت كلامك ورجعت بالوقت ما راح أقدر أرجع عائلتي. أيوة هم طبعاً أهم من الوقت عندي. لو رجعت بالزمن وصرت شباب تاني ما راح يكونوا موجودين. وعشان كده إحنا لازم نعيش الوقت والزمن بطبيعته بكل تفاصيله. لا بصراحة كلام اللي قلته هناك كان مؤثر جداً يا أبو السباع. أنت فعلاً قدرت تشرح أهمية الوقت بأحسن طريقة. أنا فرحت مرة أنكم فهمتوا. شش درغاف يلا. في النهاية أنا كمان رفضت فرصة كبيرة مرة. أنا كنت حبدأ كل شيء من أول وجديد. إيش فيه؟ أنتوا ليش اتجمدتوا كده؟ ليكون في حد تاني قدر يشتري الزمن. لا القمر هو نجم الأرض وما ينفعش يطلع من مدارها أبدا، والقمر والأرض بيدوروا حوالين الشمس. اسمع يا نيمو، انت هتبقي الشمس. انا ألمع وأبرق مثل الشمس وبعد هذا بضوي الدنيا. بطلي تمثيل، وقفي عادي خالص. ليس انت القمر. اية قمر؟ شعبان ولا رمضان؟ برافو، خلاص بقيت كوميديان يا ابني. افهم، القمر العادي. عارف انت الارض، يلا دلوقتي لفوا حوالين الشمس. اسرع اسرع اسرع. لا لا لا، انا الشمس الملتهبة، احرق اي شيء. وأنا القمر الجميل مرة. أنا قمر كل الشهور. أنا قمر 14. تمام كفاية، أنتوا شقلبتوا حال الفضاء خالص، ارجعوا أماكنكم. لا 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 لا، أنا الشمس. يا أولاد يلا كله يفتح صفحة 290. فرقتوا من الحافة العاشرة. أستاذ الكتاب هذا آخر صفحة 70، ما في تاني؟ طبعاً مفيش، في حاجات كتير انتوا لسه ما تعرفوهاش خالص. ايش يعني؟ مش هتتعلموا بالكتب بس، لازم كمان تتعلموا بالتجارب العملية. وعشان كده يلا بسرعة على مركزنا الغامض اللي احنا بنعمل فيه تجاربنا الخارقة. قصدك معمل المدرسة؟ لو سمحت ما تقاطعنيش. اسكت 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 يا أولاد، موعدكم إن هوريكم كل غموض الكون والفضاء بشكل بسيط جداً علشان تفهموا وتوصل لكم الصورة بشكل ما تنسهوش أبداً. بس بدون ما تسفرنا كوكب تاني مثل هديك المرة. حصلت مرة، انساها. رزان الكربون. يا ليس الهيدروجين. رزان هات الأزوت. ليس بسرعة اديني شوية مية. تمام كفاية، اديني الشنطة المعدن بسرعة يا رزان. عايزكم كلكم تلبسوا نظارات الحماية. لازم ناخد بالنا جدا يا ولاد. دي المادة السوداء اللي بتكون أكتر من 90% من الكون كله. بس ما في شيء ظاهر، يا ترى فينها بالضبط؟ احنا مش هنعرف نشوفها بعينينا أبدا عشان هي مادة ضد الضوء. بس لو حطينا نقطة صغيرة جدا من المادة السوداء هنا. دلوقتي احنا بنشوف حاجة شبه اللحظة الأولى لميلاد الكون. وطبعا حسب النظرية العلمية الأول كل حاجة كانت دخان. يعني الكون ما كان نظيف؟ أيوة كان بيطلع دخان من كل مكان.
بس الدخان مش معناه قلة نظافة، ده هيدروجين ومعادن تانية. المهم سحابة الدخان تقلت وانتشرت في كل مكان. أنا ما مصدق استاذ اللي هذا بيتاكل. يا ابني افهم، ده زحل واوعى تاكله. وزي ما انتوا شايفين معايا كل المجرات والكواكب والارض بيفضلوا يلفوا بالشكل ده طول الوقت. خلاص احنا خلصنا، بس خلوا كل حاجه في مكانها زي ما هي علشان بكره هنكمل اللي بدأناه. ممكن اخذ النموذج هذا معايا البيت الين بكره؟ تمام، بس خلي بالك الناس اللي على الارض يقعوا منك. دم خفيف قوي، إزار علماء. ووف، الأرض دحين رح تضرب كوكب الجبنة. ووف، سيبك دحين من اللعب بالأرض، رح تتأخر على المدرسة. أنا لسه أبغى ألعب بالأرض يا عنود. مين اللي جاي دحين؟ صباح البونجور، واحد نسكافيه اتنين سكر وسجق بالبيض والجبنة والبطيخ وحتتين توست. ما حد سألك يا فلافيلو. هوهو، ايه ده يا ليف يا ابني؟ معك كرة أرضية؟ دي بتضحك قوي. ايش اللي جابك يا عم فلافيلو؟ صغيرة قوي بس بصراحة واضح انها نبيهة جدا. بص يا ستي، ادارة المدرسة كلفتني بمهمة ومسؤولية كبيرة، كل يوم هجيب الطلاب بنفسي من بيوتهم للمدرسة، فانا بقى لا كفاية كدب مش قادر، ما عنديش اكل في البيت. اجلس يا فلافيلو اجلس، لا تضايق نفسك. دام انك طلبت مني اشياء كثير فانت اللي رح توصل الاولاد اليوم للمدرسة، انا وضرغام عندنا مقاضي. تمام جدا، يبقى ما تحطيش الاكل على الترابيزة، مفيش وقت. بيقولوا عليا فلافيلو البلاعة، دوسي على رجلي. يلا دوسي دوسي الريف بوي. دي بجد حاجة جامدة جدا. هوب. الأرض هذه مو للعب يا لي، جواها طاقة كبيرة مرة، انتبه عليها. ايه الحاجات اللي بتشتغل؟ غريبة قوي غريبة قوي الكلام. حاجات غريبة لزقت في جسمي كله، اتفضحت قدام زبايني من الصبح. في نجوم بتلف حوالين راسي. في دعمت راسك ولا شنو؟ قاعد تتكلم مثلك مثل الكرتون. كرتون ايه بس يا ابني، دي نجوم حقيقية. مرة غريب، انا اتمنى ما يكون اللي في راسي وإلا رح تصير أشياء سيئة مرة. هو في إيه بالظبط؟ أنا الشمس وهكبر وكون قدها. ترالالالالالا. ابعدي من قدامي دلوقتي، خدوا نظارات الشمس تلبسوها، ما تبصوش على الشمس من غيرها. هي نظارتي أنا، عاملة كده ليه؟ شكلك مش مهم. حلو عليا يا ليث، بما انك ساكت تبقى اكيد يعني اخر موضه. ايش اللي بيصير يا استاذ؟ انا نسيت حاجه مهمه جدا بعد تجربه امبارح. عيد ميلادي؟ لا، نسيت اقول لكم ان الكون بيتمدد. النضاره. ايش في يا جماعه؟ اتزان الارض بيبوظ بسبب قله الجاذبيه في الفضاء. يوهو، انا طاير نجمي، انا طاير، مش عايز حاجه من فوق. وانا كمان طاير. أنا بطيء أحسن منك بكتير، أنت راجل بطيء. أعمل إيه أنا دلوقتي؟ يا ابني بصلي وقولي بسرعة، هو أنا لابس نظارتي الذكية ولا نظارتي العادية؟ أظن العادية، أنا كنت حاسس. ثانية واحدة، أنا هنضف كل حاجة في المكان ده في ثانية واحدة، بالتالي وبما إن مهمتي إنقاذ كل وجميع الحيوانات، فأنا الشخص اللي لازم يقوم بيها على أكمل وجه. يلا بينا. هو انت بتقول ايه؟ ما ينفعش تنظف الفضاء كده. لحظة. انت عبقري يا فلافيلو. ده بجد؟ انت شايف اني عبقري؟ في حاجة واحدة بتشد الفضاء جواها، هي الثقب الاسود. على فكرة بجد انت مؤثر جدا. اتأثرت فعلا؟ تأثرت جدا. انا خلاص هروح مع ملي واعمل ثقب اسود وهجيب عربيتي. فهمتوا اللي صار؟ خلاص حيصير تفجير نجمي دحين. هنعمل نفسنا اذكياء وفهمنا اللي قلتيه، صح يا ليث؟ تفجير نجمي. ايوه تفجير نجمي يعني كوكب رح ينفجر، احنا لازم نهرب بسرعة. برافو يا رزان،
اركبوا بسرعة. يلا بينا. في ريحة كواكب بتحرق. لو حصل تفكير نجمي أكيد هتنتشر مئات النيازك بسرعة. يلا البسوا صناديق القمامة. يلا. البسوهم بسرعة. امسكوا كويس. حلوة جدا، نعملها تاني. في قشرة موز بحالها دخلت جوه بقي. تمام دلوقتي نبتدي الخطة. ماليش دعوة، أنا عايز ألعب دلوقتي. ها افتح لي لعبة سباق العربيات. لو سمحت من فضلك، محتاج هدوء. تمام صح. أيوة، فاضل لي حاجة صغيرة جدا جدا، أتمنى ننجح. أنا نجحت، عملت ثقب أسود صغير جدا. الفضاء قاعد يقرب هنا. تمام، لازم نرمي الثقب الأسود الصغير جدا ده في نص سحابة في الفضاء. بس هنوصلها ازاي؟ أنا عندي فكرة عبقرية. لو عرفنا نحط الثقب الأسود هذا جوا كرة قدم، أنا ممكن وقتها أقدر أشوطها بقوة وأجيبها في نص سحابة الفضاء بالضبط. ممكن تنجح، أنا بحب أوي الأفكار الغريبة. يلا بينا نجرب. الثقب الأسود حيبلع الكورة، وعشان كده إحنا هنحط الثقب الأسود في البلورة اللي ما فيهاش هوا خالص. البلورة دي من اختراعي وهتستحمل أكتر بكتير من الكورة، وإنت هتشوطها زي الكورة، ودي كمان هتبقى أسهل لك بكتير وإنت بتشوط. تمام يلا. كنت أنسى. هو أنا عملت إيه؟ يلا بقى يا ابني، شوط جامد. وخروا، أنا أحسن واحد فيكم يشوط. يلا هات جون. يلا شوط جامد قوي. ده بيحضر نفسه. يلا يا ليث، يلا. شوطة الفضاء. شكرا يا شباب، من غيركم انا ما كنتش انجح. بيتكلم عني، ما تاخدوش الكلام على نفسكم. ممكن بعد اذنك تشكرني تاني؟ لا 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 لا، انا الشمس. لا لا لا، بنشر طاقتي في كل مكان. لا 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 لا. مش دماغي اللي بولولوم بولولوم. يلا نحط الحاجات دي كمان في السبت. تمام. ايه كمان؟ نحط شرط البحر الفضائي معاهم، الشرط الوحيد للسباحة في كل شواطئ الكواكب في الكون. يا سلام عليك شرط، نحطه في السبت. ها؟ ايه ده بقى؟ قلعة رملية متواصلة بالانترنت؟ حلو ده كمان، نضيفه ليه لا؟ انا شكله انبسط فعلا الصيف ده قوي. وصلنا الجزء الدفعي دلوقتي. ها؟ ايوه، الكريدت كارد. فين البطاقة بتاعتي؟ ادور عليها هنا. مش تحت برضو، مستحيل الاقي حاجه في الفوضى دي بجد. لازم الاقي حد ينظف المعمل ده زي الناس، عشان كده كتير وحاجتي هتضيع. صباح الخير، انا جيت عشان الاعلان اللي انت حاطه على الباب ده. بس انا ما حطيتش اي اعلان على الباب. لو سمحت اغلق الباب وراك، مش ده اعلان برضو ولا ايه؟ لا ده طلب حضرتك. وانا اللي فرحت اني لقيت شغل اخيرا. خلاص انا همشي. استنى عليا، مش انت كنت عامل نظافه في المدرسه؟ ليه بتدور على شغل؟ المدارس بتقفل في الصيف وانا زهقت من قعده البيت. عارف امبارح من الزهق عملت ايه؟ كويت حوالي 50 قميص. لا وبالتوستر كمان. بجد؟ انت شكلك زهقان خالص. انت مش فاهم، انت عمرك ما اكلت جينز محمص؟ اكيد لا. ما انصحكش، القماش بيخش بين السنان. المهم انا ماشي، عشان لسه مستنيني مواعين كتير قوي. استنى، انا محتاج حد زيك هنا معايا. هو انت ممكن تساعدني انظف المعمل ده؟ في حاجات مش بستخدمها واختراعات مش محتاجها مليان المكان على الفاضي. وهتديني ايه في المقابل يعني؟ اسمح لك تستخدم جهاز البوابات بتاعي مره كل شهر. انت بخيل قوي يا دكتور على فكره، على الاقل اطلب لي شاورما يا اخي. تمام هطلب لك شاورما. يبقى اتفقنا، خدمه قوه التنظيف. يلا بسرعه احضري. ايه
وسعوا. ازيك يا ريس؟ اوه المعمل بقى نضيف فله. خليني استخدم جهاز البوابات بتاعك. ايوه لازم انفذ وعدي. دور بقى على عجله الجهاز دي من عندك كده. اهي قدامك. انا مش مصدق. ايه بقى ده؟ لا دي لسته الاماكن اللي تروحها بالجهاز اللي انا اخترعته. يبقى هدور العجله عشان مستعجل بصراحه. أوه. افلاس ازاي؟ هو انا فلستي ليه؟ هزار هزار، انا حطيتها عشان تبقى نكته. مش مضحكه خالص، انا اتخضيت لما قالتها. ها اختاري يلا حرف الكاف. ابعد عنك دول فلافيل وما تهزرش. مفيش مسابقه حد بيدخلها ويحدد هو عايز ايه. طلع لك عالم الاكاذيب خلاص. دلوقتي انا هوديك الكوكب ده. يلا اتفسح وتعالى. وسعوا انا جاي. ايه ايه ده؟ ايه المكان الغريب العجيب ده؟ هو فيه ايه؟ دي السماء هنا بتمطر ثلج اسود. لا ليس ثلجا اسود يا بني، هذا رماد، انه ياتي الينا من بركان الحقيقه. ها؟ انت ليه عندك ودن طويله وودن لا؟ لان هذا يا سيدي ليس عالم الاكاذيب، لم يولد احد هنا يعرف الكذب ابدا. انا دماغي لفت يا عالم. لا يمكن لاي عضو في اجسادنا ان يكبر لاننا لا نعرف الكذب ابدا. ما هو اللي انت بتقوله دلوقتي ده اكبر كذبه، عشان اللي بيكذب بتكبر في جسمه حاجات وبيبقى شبهك كده. هذا ليس صحيحا دائما. بص يا صغير ما تلخبطش عقلي الصغير معاك، انا اصلا مكفيني بالعافيه. ها هل ترون ما اراه انا؟ نعم شاشتنا الجديده 22 بوصه بجوده عاليه. شاشه ماذا؟ انظر على ما بداخلها هذا. ارايتم الفيل الكبير الذي يتكلم معه هناك؟ انظروا لخرطومه، لاحظوا طوله. يمكن ان يكون هذا الفيل هو منقذنا. هنا تستطيع التحويل لوضع الالعاب، الالوان تتضح اكثر. انت مشوش ومشغول بتفاصيل الشاشه. سريعا ضعوا ليزر الكذب حالا على هذا الفيل البنفسجي. هيا. تحت امرك يا سيدي. يا لهوي ما ترموش الليزر يا ابني كده. هو ايه اللي جاب الليزر ده كله عليا؟ سيدي كم الساعة الآن يا ترى؟ الساعة 5:95 دقيقة. اها ماذا قلت؟ اي انا كدبت كده، انا ليه كدبت عليك؟ وزلومتي بتطول، انا ليه بيحصل لي كده؟ حسيت اني عايز اكدب مرة واحدة. لو سمحت اين يوجد موقف الاتوبيس هنا؟ بص امشي طوالي من هنا، لف حوالين نفسك 4 مرات ونط مرتين، بعدها اعطس 3 مرات هتلاقيه هناك. انت كذاب شاطر بالمناسبة. ما الذي يحدث هنا؟ ايه اللي بيحصل؟ ازيك يا ابني؟ انت فين؟ انا براديلك وانت مش سامعني، ولا عاجبك المكان ومش عايز ترد؟ يا ماما هلعب معاهم شويه كمان، سيبيني العب. بتقولي يا فلافيلو؟ كفايه كده، انا هقفل البوابه دي. اقفلها اقفلها عادي، انا مش فارق معايا، رايح العب مع درغام صديقي. بتقول ايه؟ انت كويس يا فلافيلو؟ هو ايه اللي بيحصل لخرطومك ده؟ غريب قوي. بابا بابا يلا يلا. اي ازرار بيضل بسرعه اجروا ساعدوني. قولي يا بابا قولي. يلا خلصوا تعالوا على السفره، سويت لكم ريفيولي اكثر اكله تحبوها. ريفيولي يعني اليوم هو اليوم العالمي للسعاده. انا ما بحبش الرافيولي ده وكمان مش جعان قوي. كده اكيد نهايه العالم قربت. فلافيلو قال انه مو جعان لاول مره في حياته. بس انت تحب الرافيولي مره يا فلافيلو. لا انا ما بحبوش واصلا ماليش نفس. خرطومك قاعد يطول. لا دحين طول اكتر كمان. لا طبعا ما طولش. في حاجة غريبة فيك اليوم يا فلافيلو، انت ليش جالس تكذب كده على الفاضي؟ مش عارف اوقف نفسي. ودوه الدكتورة يا جماعة ليكون مريض. العنود شعرك حلو قوي النهاردة. شكرا يا فلافيلو على ذوقك هذا. ماما عم فلافيلو بيكذب ما تصدقيه. عادي ولو كلامه حلو، انت جميل يا فلافيلو. اللبس بتاعك حلو قوي وكمان الوانه هايلة. خلاص لا تودوه لاي مكان، خلوه هنا، ترى بيقول كلام مرة حلو. يا ويلي يلا يلا يا ابني شيل خرطوم فلافيلو. البركان سينفجر. اهربوا هيا اهربوا جميعا. ما الذي حدث بالضبط؟ بركان الحقيقة على وشك الانفجار، سيدمر كوكبنا حتما. ولم نجد الفيل أبو خرطوم طويل بعد. ما هذه البوابة أيضا؟ مؤكد أن الفيل جاء بها. سريعا ادخلوا فيها وأحضروا هذا الفيل حالا. أمرك يا سيدي. شاهد هذه الشاشة الجميلة التي وجدتها، احذر أن تنكسر. يا بني أنت كبرت على موضوع الشاشة هذا.
امسك كويس يا ابني، امسك شويش، يلا لا تسرع. فلافيل وقلي حصل لك شنو؟ مفيش يا نجمي، رأست وأنا باكل الزبادي فحصل اللي حصل. بس يا فلافيلو لا تطول خرطومك أكتر من كده، في حد بيشد زلومتي جامد يا درغام الحاني. تعال هنا، يجب أن تأتي معنا حالا. انتو مين وليش تبغوه؟ الحقوني، ما تشدنيش كده. هياخدوا عن فلافيل الحجم يا بابا. اجري يا ابني اجري. البوابة لسه مفتوحة، رحت اجيب شاورما ونسيت اقفلها لحد دلوقتي. حوني اسرع 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 هي. اسرع تمام. دكتور ابو العنين اكيد دي شاورما. باي باي ابو العنين. ايه اللي بيحصل؟ في ايه؟ اهلا دكتور. مع السلامة يا دكتور. أين كنتم؟ البركان على وشك الانفجار، سريعا هيأتوا به. ليه جبتوني هنا يا جماعة؟ ليه ما بتسمعوش الكلام؟ بسرعة سيبولنا فلافيلو، يا إما راح أوريكم الكاراتيه على حق حرامية. راحت عيني. عالمنا لن يتدمر، وفلافيل وزلومته لن ينقذانا من هنا. ايه؟ يبقى مش انتوا اللي طولتوا زلومتي بالشكل ده؟ لسنا مضطرين لفعل هذا، انت وخرطومك لم تطلاها ولم تصل للبركان لكي نطفئه وتنقذانا من الهلاك القادم، ومؤكد اننا لن نكافئك. انا مش مصدق، انا مش البطل المنقذ زي الافلام الاجنبيه ولا ايه؟ الصدمه دي مش انا المنقذ يا اصحابي. طيب انتوا ليش خليتوه يكذب بالشكل هذا؟ جاوب يلا بسرعه. اعلم انكم ستعتبرون ما أقوله سخافة. ما عنديش أي حاجة سخيفة، أنا أصلاً بنام كل يوم حاضن كرتونة جبنة. للأسف اتفقنا مع مهندس غريب لإنقاذنا من هذا البركان، لكن بالطبع هو لم يخدعنا ولم يذهب، وركب الجهاز الهوائي الموجود بالخارج وقال سيحاول ألا نكذب لكي لا تطول أطرافنا ولا نصل للبركان ونطفئه وننقذ أنفسنا من الهلاك. لكن الكلام هذا مخربط. المهم الوضع الآن هكذا، لم نضعك في هذا الوضع من دون أن تعرف، لكننا لم نكن مضطرين، لم نكن بحاجة لشخص مختار لأمن الشعب. أتمنى أن تكون قد فهمت أننا لسنا بحاجة إليك حتى تنقذنا. يلا بسرعة اديني المهمة بتاعتي، وكمان لبس البطل الخارق. ضع الجردل على رأسك، سوف يحدث تغييرا في شكلك إذا أردت. الآن هيا اشرب الماء الموجود كله في الخزان وانفخها على البركان بزلوماتك وانقذنا. البطل اللي مش جدع فلافيل جاي لك يا بركان. الآن هيا نرفعه هكذا ونتحرك به. هيا 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 الكل يساعد. هيا هيا سريعا سريعا سريعا. اضرب يا فلافيل ويلا. نجحنا، البركان أخمد تماما. نجونا من الخطر وغلقنا البركان جميعا. أيوة أنا ما نجحتش. بسرعة حطوا تمثال ليا هنا في الميدان وسموا شارع على اسمي واعملوني لعبة صغيرة في الكيدز ميل. أولا لنعدل خرطومك، والآن ردت خلفي، أنا نادم جداً على كذب الكثير ولن أكذب ثانية مهما حصل. ندمان جداً على الكذب الكثير اللي كذبته، خلاص مش هكذب تاني مهما حصل. أصبحت جيدة، أحسنت صنعاً يا بني. بس اتزبطت، برافو عليك يا بني. ليس عليك تكرار كلامي مثل الراديو. مش لازم تكرر كلامي كده زي الراديو. يا بني اسكت، لقد انتهينا من هذا الكلام. يا ابني اسكت، خلاص خلصنا من الكلام ده بقى. أوف لا تطل يا بني هكذا. أوه ما تطولش يا ابني بقى. فلافيلو فلافيلو أنا متعب جداً. عشان مش بتاكل كويس. بس سيبك انت حلوة. أهلاً وسهلاً بكم أعزائي في مسابقة الحي الجديدة. سنبدأ بالسؤال الأول. ممكن نبدأ بالسؤال اللي احنا نختاره معلش؟ لا. طب ممكن ناكل سجقية كده في السريع؟ لا، والميكروفون أمامك الآن. السؤال يقول: متى تم إلغاء البشوية ومن آخر البشوات؟ رستم باشا. أفندم، إجابة صحيحة 100 نقطة. قل لنا من تريد أن تعاقب وكيف. ممكن أكفخ رستم باشا بالطرطة في وجهه. ده مش عقاب حضرتك، دي هدية طعمة بجد. أنا النهاردة لن أبيت جوعاناً. والآن السؤال الثاني. البرازيل. أنا لم أسأل بعد، هل أنت بخير؟ تمام، وإنت أخبارك إيه؟ سكوت رجاءً. حاضر. المهم السؤال الثاني،
ترى من أكثر الماعز عندًا في حيكم؟ المعزة نجمي. لا ده ما أنا. لا 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 أنا ما عنيد كده. لا تعاند قدامهم يا نجمي. إجابة صحيحة، 100 نقطة للأستاذ درغام. أخبرنا الآن من تريد أن تعاقب وكيف. اديني تورتة. المعزة نجمي تنزل تحت حالًا. أنت قصدك شنو ها؟ وصلنا الآن لآخر سؤال، ويقول الحي. أيوة كده، كلمنا عن الهمبرجر. أرجوك اسكت تمامًا، المسابقة ليس بها سندوتشات. المهم، من هو العالم الذي أرسل حينا بالخطأ لكون موازي في الشتاء الماضي؟ أبو العنان. أنا ما كنتش قاصد فعلاً، أنا ضغطت على الزرار بالغلط يا جماعة. اتنقلت بعدها فجأة الكوكب العناكب، إيدي خبطت على الزرار ومش قصدي. الفائز في المسابقة الأستاذ درغام، فلنحييه جميعاً، والجائزة هي رحلة لك ولعائلتك لأشهر المناطق السياحية. العنودة تفرح مرة يا فلافيلو. ويهو، خلصت من غير ما يحصل لي أي حاجة. كرة بلاتس تطيح على رأس فلافيلو، يلا لو سمحت. الجائزة هذه بابا اللي فاز بيها، إجابك هنا يا عم فلافيلو. ده كان سؤال البنوتة. الفيل البنفسجي يسكت هيرد عليها على طول طبعا، عشان باباك هيزهق في رحلة من غيري. خلاص؟ مو مصدق، مداخن حريات البحر طلعت جميلة. فين حريات البحر دي؟ اسم مداخن حريات البحر جديد، هدول انعملوا بأثر التآكل من الموية اللي جت من الوادي فسموها كده. وهنا كمان في مدخن على شكل جمل ليه سنم واحد، فين يا ترى هادي؟ لقيتها، لا هي لقيتها، خد لي صورة يا درغام وأنا كده. شو قاعد تسوي؟ يلا انزل. افهم، انا مو مدخنه، انا جمل حقيقي. ما تحبكهاش وتكبرهاش زياده عن اللزوم كده. بس خربيط، انزل عني. في هنا كوخ قديم شايفينه، ينفع للتصوير على فكره. ها؟ ايش صوت البكا اللي هناك؟ الكوخ المسكين هذا بيبكي. بلا مزح يا جماعه، ما في كوخ بيبكي. وبالنسبه لانك بتتكلم هذا عادي؟ هذا اللون الزهري اللي عم بيبكي. أنا تعيس جداً بجد. إيش اللي حصل؟ ليش بتبكي كده؟ سألت الأميرة الصغيرة فرد اللون البامبي وقال، وأنا ليه مش في قزقزح يعني؟ دخل الأمير الشايف في الموضوع فجأة وهو بيقول، بص شوف، رح نساعدك يا لون بامبي، رح نحطك في قزقزح. اللون البامبي سمع وفرح جداً وقال وبكل ثقة، ده حقيقي؟ شكراً يا صديقي. طيب هتعملوا كده ازاي؟ عرفني. لما سأل كده بصراحة الأميرة أم العريف اتكلمت وكأنها عارفة كل حاجة وقالت، أول لازم نخلي الدنيا تمطر عشان نطلع قوس قزح. في الوقت ده الملكة أم قلب طيب اللي واقفة هنا كانت بتفكر، أطبخ إيه بكرة يا ترى؟ يا ترى هيبقى فيه كفتة ولا فلافيلو؟ كافي، سيبك من موضوع الراوي هذا ولا تصدعنا، أنا فعلا ماني عارفة إيش حسوي بكرة على الغداء. أنا قررت خلاص ما رح أكون جزء من تفاهتكم اليوم يا حلوين، ورح أروح أتفسح وأتصور شوية كده. فايتك متعة كبيرة رح تندمي عليها من جد. أكيد أكيد فايتني كتير. يا جماعة اسمعوني، إيش نسوي عشان نطلع قوس قزح؟ نتفرج على فيديوهات قطط لطيفة على الإنترنت. كيف هذا يعني؟ بصي كده، كوتشي بوتشي فوتشي، كوتشي بوتشي فوتشي. آي لا لا، اللي انت سويته هذا رسوم متحركة وما حيفيدنا في شيء، محتاجين شيء حقيقي دحين. اشرب الموية اللي في السطل هذا يا عم فلافيلو. اوه حلو قوي، خلينا نجرب. بلق 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 بلق. تمام، انفخ الموية هذه لفوق وكأن الدنيا بتمطر علينا، يلا. وشوفوا يا ولاد، انا اسف فعلا نسيت اقول لكم، خرطومي مسدود خالص. فضل شوية كمان. بما إن خرطوم عم فلافيلو مسدود صار لفترة كبيرة، محتاجين فكرة أسهل من كده. وإيش الفكرة يعني؟ أنا راح أقول لكم. قولوا لي يا أولاد، المطر أصلاً كيف ينزل؟ حنعيط زي الكرتون الياباني كده لما بيضربوا بعض والمية تنزل من عينينا من الجنب زي الشلال، زي كده. تاني بتشرح بالكرتون، لازم طريقة علمية، لازم نفكر بالعلم بالعلم. أنا هوريكم العلم يا أولاد، ركزوا. هنزل لكم مطر بالفلفل الأسود اللي معايا هذا. في سحاب حوالينا ولا لا؟ في واحدة جاية هناك. هاي هاهو، فلفل أسود كثير عليكي. يا سحابة، أنا عندي برد. أنتوا ماسكين في العلم في العلم في العلم، صدعتوني. الدور عليا دلوقتي، شوفوا هنزله إزاي. أنا هخليها ترخ. إحنا ليش لبسنا اللبس هذا؟ شوش،
بص كويس وتعلم. بخروا المطر القوي جاي. أتمنى لك النجاح والحظ السعيد يا فلافيلو. شكرا لدعمك لي يا درغام. دلوقتي حنرقص راسة المطر. إيش رقصة المطر؟ عايزين مطر. هوبا هوبا جوبا جوبا. عايزين مطر جوبا جوبا. هذه أخس أغنية سمعتها في حياتي يا لي. هوبا هوبا عايزين مطر. هوبا هوبا عايزين مطر. يلا يا ابني أنت وهي. أوف تمام. هوبا هوبا جوبا جوبا. عايزين مطر. عايزين مطر. هوبا هوبا جوبا جوبا. عايزين مطر. عايزين مطر. المطر بدأ فعلا. أيوة كده هدف لفلافيلو. يا السلام عليا. أنا مو مصدقة دحين. شوفوا أشعة الشمس رح تنعكس على قطرات المطر، وقوس قزح رح يظهر واضح قدامنا، وحنقدر نساعد البمبي بسهولة. تمام يا رزان تمام. تعال نطلع فوق حالا. يلا. لكن كيف؟ لقيتها البالونات الطائرة هنا مشهورة. يلا نركب واحدة. أيوة صح يا بتاع البلالين. هوبا يلا طيرنا معاك. شو عم تعمل؟ أنا تبع بلالين. إزاي؟ بالوناتك مش بتطير يعني ولا إيه؟ لازم نركبهم. اسمعني بسرعة يلا. لا يا أستاذ أنت فهمت الموضوع غلط. مو البالونة هادي، البالون هذا. واو مو مصدقة. بمبي يلا شوف قز قزح طلع. بمبي اصحى يلا الوقت جاي خلاص. انا نمت معلش. انا جاي وراك. باي مع السلامة يا كوخ. الوداع يا ابني. بتمنى لك التوفيق. بسرعة يلا لازم نطلع فوق في أسرع وقت ممكن. يا ترى مين رح يسوق البالونة؟ أنا. لا يا فلافيلو أنا أصلاً أكثر واحد بيلبس بدل في حياته، عشان كده أسوقها ولا تعترض. لا أنا أكتر 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 واحد بيأكل بودينج بالموز يا درغام. إيش؟ أنا كمان أكل بودينج بالموز يا فلافيلو. هم دول على طول كده. استنى راح يبدون مسابقة تنطيط الكرة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. لا نططت خمس مرات. أنا هبدأ. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. لا أنا اللي حسوقة. خد عندك. لا أنا سيبه. البالونة بتطير. نطوا بسرعة نطوا. شايفين قز قزح الجميل هذا؟ اتركوا اتركوا انت. بابا سوقوا كويس عشان ما نطيح. اهو قز قزح اهو فوق اهو. ما فاضلش كتير. فلافيلو ابعد. ماذا تفعلون؟ فلتتعلموا القيادة. بيقول لك انت يا درغام سيبه شوية. لا بيقول لك انت. معلش انت قلت مين الكلام هذا؟ قز قزح بمبي وصلنا القز قزح. نط يا بمبي ويلا روح لهم. مش هينفع اسيبكم في الوضع ده. مالك دخل فينا. روح حقك حلمك اللي حلمت بيه. بس انتوا بتخطروا عشاني. يلا روح. هو فيه. انا كمان في قز قزح مع عيلتي. يا سلام. هو في ايه؟ درغام الدركزيون شكله اتخلع. مو انا، انت سويت كده. خلاص تعالى يلا ننطط الكرة ونقرر مين اللي عمل كده وخلعه. ابدأ. واحد اتنين ثلاثة. فرقعت البالونة. هقول للماما عليك يا درغام. هنشوف ابطالنا هيقدروا يتخلصوا من الموقف ده ولا ايه. تقدروا تتابعونا هنا لحظة بلحظة. ايش بتقول يا عم فلافيلو؟ هدموه وقتك. البنت الصغيرة هتفضل تسأل أسئلة غريبة كده كتير، لكن يا ترى هتسكت؟ كل ده في الحلقة الجاية. فلافيلو يا ليت ما تخانقنا وكتسبت لك هو. والأب يا ترى هيقدر يواجه أخطاء الماضي ولا فات الأوان وهيعيش ندمان؟ فلافيلو لا تتمسخر. أنا من جد آسف إني دخلت معاك في مضاربة كبيرة عشان الدركسيون. يا ترى الفيل الوسيم أبو كاريزما هيسامح أبو شنب أصفر؟ تابعونا وهتعرفوا كل التفاصيل. قزح ما هنوقع. هولي بولي بو ولي هب يهو. بمبي انت بطل يا صديقي، انقذتنا. يا اصحابي ما كانش ينفع اسيبكم بعد كل اللي عملتوه. شكرا على كل حاجه. اشوفكم تاني في مطره جديده واوقات لذيذه. باي 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 باي. في أحد يبكي تاني؟ مين المرة هادي؟ أنا اللي عم ببكي. أنا كتير زعلان يا جماعة. إيش بك؟ ليش زعلان؟ أنا من زمان كان بدي أشترك بسباق سيارات. فيكم تساعدوني حقق حلمي؟ لا.